قرر الدكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم إيقاف المعلم الذي اعتدى على تلميذ وتسبب في وفاته عن العمل وتحويله إلى وظيفة إدارية، مشيرا إلى أنه تم إحالة الواقعة للشؤون القانونية في الوزارة. وأمر الوزير أيضا بصرف تعويض 10,000 جنيه لأسرة التلميذ المتوفى. كان التلميذ إسلام شريف قد توفي نتيجة إصابته بنزيف حاد في المخ بعد تعدي معلم عليه بالضرب أثناء اليوم الدراسي. فاطمة خضر، الأستاذة فاطمة خضر وكيلة وزارة التربية والتعليم في القاهرة. أستاذة فاطمة أهلا بيكي، بنرحب بيكي في البرنامج، وعايزين يعني نتكلم مع هذه الكارثة يعني محققة اللي فعلا حصلت، يعني كيف تصل الأمور في مدارس مصر، لأن المدرسين الآن يقتلون الطلاب زي في الواقع اللي حصلت دي. والله يا أستاذة يعني إحنا كلنا مش لاقيين أي كلام نقوله ونعبر بيه، يعني احنا عمالين نقول بنفقد اولادنا من اول عام الدراسي، في تقصير في المدارس، بنمر على المدارس ليل ونهار عشان نأمن اي حاجه للتلاميذ في المدارس او في الديسكات او في الطريق، نقوم احنا اللي نموتهم بايدينا. يعني انا مش عارفه المدرس، وبعدين ممنوع الضرب نهائيا ودي في كل التعليمات، وده كمان مدرس لغه عربيه، اللغه العربيه يعني بيدرس لغه عربيه وتربية دينية، يعني أنا مش عارفة ده اتجاهاته إيه ولا ده إيه، يعني مفيش أي حاجة. إحنا بس أنا هقول البقاء لله، وطبعا البقاء لله طبعا، بس إحنا يا أستاذة فاطمة إحنا في يعني مواجهة حاجة بتبدو كأنها نزعة متكررة. لسه أول امبارح كان في أخبار عن تحرش مدرس في طالبة بطالبة في الشرقية، وقبلها بشوية نفس الشيء، تحرش في البحر الأحمر أيضا مدرس يتحرش بطالبته، والنهاردة في القاهرة توصل الأمور لضرب يفضي إلى موت التلميذ طفل صغير. يعني لازم هنا وقفة، لازم نعرف إيه الخلل في المنظومة اللي بيؤدي لهذه الحوادث اللي عماله تتكرر وتتصاعد. يا فندم هو علشان في يعني احنا مجتمع فيه من كل بيت ومن كل مكان، لكن هي بقى العيب في الانسان اصلا نفسه، في الانسان المصري يعني. ولكن ايه دور الوزاره في المراقبه والمتابعه ورصد اي مشكله نفسيه؟ مش عايزه اقول نفسيه او عقليه، ممكن تبقى عند المدرسين دور مربي. يعني انا بقوم المفروض ان هو اللي بيعلم الطلبه، وده تلميذ، ده طفل في سنه 5 ابتدائي، يعني ما هوش كبير ولا في ثانوي ولا ضايقه في حاجه ولا حاجه. وبعدين احنا ممنوع اصلا نهائيا الضرب في المدارس باي وسيله حتى بالايد. طيب تمام، ممنوع نظريا، مين اللي بيراقب ويتابع بقى انه فعلا ما بيحصلش؟ احنا بنتابع وبنراقب، لكن انت عارف حضرتك احنا يعني مثلا في القاهره احنا عندنا 2 مليون طالب. المفروض هو كأب حتى، يعني ده طفل في سنه 5 ابتدائي، كأب ليه تمسك العصا وحتى لما تضربه على راسه ليه؟ ايه تفاصيل يعني الواقعه دي؟ عملتوا تحقيق فيها؟ يعني أيوة بردوا نار الناس شويه يا استاذه فاطمه اللي بتتابع الحادثه المروعه دي، عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. الاستاذ الطفل في سنه 5 ابتدائي، وعيه الاستاذ كان مذنبه، فالولد قال له انا عاوز اروح الحمام، فقام كان ماسك خرزانه ضربه بالخرزانه على دماغه، طبعا الولد وهو ماشي رايح الحمام وقع اغمى عليه. طيب يعني كأن المدرس منفرد كان بالتلميذ ده في الفصل وبكل تلاميذ الفصل يعني لوحده، يعني فين مدير المدرسة، فين وكيل المدرسة، فين الفصل جوه الفصل الدراسي؟ تمام، يعني ما فيش مرور اطلاقا من المدرسين التانيين، من المشرفين اللي هم ناس رؤساء في المدرسة؟ اثناء الحصة الدراسية والاستاذ كان مذنب الولد، فالولد قال له انا عاوز اروح الحمام. طيب يعني أستاذة فاطمة وحضرتك أكثر خبرة مني، يعني مدرس لما يرتكب جرم كهذا، ده أكيد كان سجله قبل كده في عنف تجاه الطلاب، يعني مش ممكن تبقى في أول وقعة ليه يضرب فيها حد يقوم مموته، فأكيد هل في ملف لهذا المدرس عندكم؟ وهل معروف عنه ده؟ والله يا أستاذ أي حد بيعمل أي عمل، يعني أنا بدون أي يعني مش عاوز أقول لحضرتك بدون رحمة، بس أبعده نهائيا لعمل إداري، اللي بيعمل أي حاجة غير أمين على أولادنا. يعني حضرتك بتقولي لي دلوقتي ان ملف هذا المدرس تحديدا كان ناصع البياض لغايه الواقعه دي؟ ما كانش فيه اي حاجه عليه خالص، ويعني انا مش عارفه ده حصل ازاي، وبعدين ده طفل اكنه ابنه، يعني انا مش عارفه يعني ازاي حتى هو يضرب، وبعدين ايه القوه والعافيه دي؟ لان الطالب يعني مثلا عنده 10 11 سنه عشان يضربه على دماغه بخرزانه يقوم يجيب له نزيف في المخ. طيب دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ لانه وكان في تفاصيل الخبر ان الوزاره بتحقق فقط، يعني طبعا عبر الشؤون القانونيه، النيابه العامه فين؟
في المدرس طبعا يوم الخميس راح النيابه واتقبض عليه، وبقى في شق جنائي دلوقتي يعني القضاء. وبعدين احنا بنخلص الاجراءات من الصبح للولد الله يرحمه ويصبر مامته ويصبر اهله يا رب. وبعدين حتى يعني اسفه ان انا بقول المدير العام نفسه من كتر يعني احنا يعني هو اللي كمان اللي بيغسل الولد مدير عام الاداره، يعني احنا مش عارفين والله نعمل ايه. كل مديرين العموم وانا والناس كلها رايحين نحضر الجنازه، لانه يعني انا مش لاقي حاجه اقولها. يعني ما فيش حاجه تتقال يعني في اي بلد في العالم، يعني اسره بترسل ابنها للمدرسه فتفاجئ انه المدرس ده بالظبط زي اللي عمل زي الام اللي قتلت ولادها او اب قتل ولادها، وده بالظبط كده. يعني انا مش عارفه اقول ايه، ولكن في النهايه انا يعني عايزه كنت افهم من حضرتك اكتر ايه هو دور الوزاره في الرقابه على المدرسين في تفادي ان تقع حوادث كهذه. هل هناك ضغوط ايضا على المدرسين بيعملوا تحت وطأة ضغوط شديده؟ يعني هل هناك مسح نفسي ودراسه نفسيه للمدرس اللي بيؤتمن على كل هذا العدد من الطلاب؟ حضرتك بتقولي لي كان لوحده معاه في الفصل، وده يعني شيء طبيعي، يعني المدرس بيكون واقف في الفصل مع الطلاب منفردا بيهم، فمش المفروض نعين لكل واحد حد من الشرطه او حد من الوزاره يراقب عليه، المفروض ان هو يكون ثقه. هل انتم متاكدين انه كل مدرسينكم ثقه؟ المفروض يا فندم لما اي حد بيجي لنا ان حد غير متعاون او بيسمم افكار الطلبه باي حاجه او بيضرب طالب او بيتحرش بحد او 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 كل ده بناخد اجراءات فوريه يعني بشؤون قانونيه في الحال، وفي الحال بيستبعد عن التدريس نهائيا وبيشتغل عمل اداري وهكذا. طيب لكن انا بشكرك استاذه فاطمه خضر وكيله وزاره التربيه والتعليم في القاهره. طبعا تحدي كبير جدا بيواجه وزير التربيه والتعليم الجديد الوزير الدكتور محب الرفعي، ولكن في نفس الوقت الدكتور محب لغى مساله ان يكون في متحدث باسم الوزاره. احنا طبعا كاعلام ده بيحطنا في موقف صعب، ان احنا بنبقى عايزين حد يشرح لنا ايه هي استراتيجيه الوزاره، ايه هي سياستها في كل الملفات من ضمنها هذا الملف الشائك والصادم والمروع، ملف التحرش بالطلاب وقتلهم حتى زي ما حصل للأسف للطفل الشهيد إسلام شريف.